طلبت مني يا حلوين طريقة تقليم أظافر القطة، وهل ممكن نعملها بالبيت أو لا، ولا لازم نودي على الدكتور أو محل اللي بيروش بيحمم الحيوانات بأسر أظافر وهالقصص هاي. فبحب أقول إنه إحنا بنقدر نعملها بالبيت في أكثر من طريقة. الطريقة الأولى إن إحنا نمسك القطة بهذا الشكل عشان تستسلم، حدا يمسكها معاكم وانتو بعدين تقصوا اظافر القطه. الطريقه الثانيه انه في قمع بنباع بمحلات مستلزمات الحيوانات، بتركبوها على رقبه القطه، وبعدين هي لما يركب القمع هذا على رقبتها بتستسلم. فيكم ساعتها تحمموها او تقصوا لها اظافرها او تحلقوا لها، اي شيء انتو حابين تعملوا لها اياه فيكم تعملوا لها اياه بهذا القمع لما يركب على رقبتها. هلا انا طبعا ابني حيساعدني بمسك القطه عشان اقص لها اظافرها. بالنسبه لتقليم الاظافر، احنا ما بدنا نقص الاظفر كامل، خلوا بالكم من هالنقطة لأنه في عرق دم عند الحيوانات. ثواني ماما، خلينا نورجيكم الأظفر كيف. هاي الأظفر في عرق دم، في عرق دم بأظفر الحيوان. هذا العرق دم انتو ببين عليكم لو قربتوا عينكم على الأظفر، لو وصلتوا له ممكن يصير عند القطة نزيف وتموت بالتالي لا سمح الله. فاحنا رح ناخذ طرف الاظفر بعيد عن عرق الدم، حتى الكلاب نفس الشيء، ونقص الاظفر. تمام. انا بالنسبه لي القطط الكبيره ما بقص لها ضفيرها لانه حوامل ممكن يحتاجوا ضفيرهم وقت الولاده اذا انا مو موجوده جنبهم، فبالتالي راح اقص لوسي بس لانه بتخرمش احيانا وقت نحممها. بس يا لوسي شغل هنقص يا دوب زي ما قلت لكم طرف الاظفر. بسم الله الرحمن الرحيم، هورجيكم قديش شلت من الأظفر. أنا شايفين ما أصغر القطعة اللي بنشيلها من أظفر القطة، ما راح نشيله كله، شقفة يا دوب صغير، ونفس الشيء الكبار. على فكرة هنا حيرجعوا يمضوا أظافيرهم، يرجعوا يطلعوا تاني. بتلاقوا قشرة الأظفر الكبير لما هن بيمضوا أظافيرهم موجودة على الأرض أو بأي مكان بالبيت حسب هن وين مضوا. تمام. لكن إذا خايفين من الخرمشة فيكم تقصوا طرف الأظفر بهذا الشكل علشان ما يخرمشوكم. تمام.